بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة المستشارة، السادة المستشارين، السادة الحضور الكريم، السادة الناس الإعلام. غير هذا الاجتماع ديال اليوم طارئ حقيقة، ماشي لأن هكا كتب علينا الله. باش نجعلكم في الصورة، نهار الحد كنا في الحملة ديال الختام في ولاد داود، فاش كملنا مشينا نروحو، يلا وسط القنطرة ديال المروية، التليفون يصوني، وإذا به هذاك السيد، يلا مع السلام عليكم، ماشي سلام، قال لا سلام ولا كلام غير، واش أنت معمر؟ قلت له إيه. قال لي واش حيت شي زيتون؟ قلت له فين؟ قال لي في تانوت. قلت له لا، مازال ما حيدناش، ولكن الا وصلنا غادي نحيدو. شدي وي وي، جبد معايا بالسبانة. قال لي في الكلمة الأولى اللي قال، قال لي حيد لك الكبدة. حيد لك الكبدة. قال لي ودي الله يهديك، اش كتقول الله يهديك؟ راه الطريقة ديال العمالة، إلا بغيت شي حاجة ديال الإدارة ماشي مشكلة، حنا راه ما عندنا لا شكاية ولا تعرض ولا حتى شي حاجة رسمية عندنا في الجامعة، حتى حاجة ما كاينة. ما عطانيش الوقت إطلاقا، والسبب باش نقول لك، يستحي الإنسان غير يسمع ماشي يهضر، تلف لي الطريق، قال لي فين ما راك اليوم غنصفي. فين ما راك اليوم صفي فين ما راك. المهم مشيت كامل واحد السيد، مشيت سديت عليه التليفون من القنطرة، هو كيصوني صوني صوني صوني، مكنجاوبوش في الثالث في التليفون، التليفون تاع قرب البركان شعلتو، عيط للسيد فؤاد، حيت انا مكنعرفوش، سمعت عليه ولكن مكنعرفوش هكا بالوجه، مكنعرفوش. مشيت عند السيد فؤاد هو وجمال، قالوا لي جمال غير قلت له اللي كاين، قال لي اش النمرة اللي عنده، قال لك ودي حتى انا راسوناليا، قال لك راسوناليا حتى انا، ولكن ما سمعتوش ما شوفتوش، صافي عطاو لي السمية ديالو، واش عطاو لي جدارمية في الليل، تسمطوا لينا جدارمية هادشي اللي كاين، هو كيصوني باقي كيصوني عاد، باقي كيصوني، قلت له دابا هو السيد كيصوني، غادي نجاوبو وتسمطوا له، فعلا. درت له البوق في البيرو، بقى يسرسر الراس مع السيد، قال السيد شنو نقول لك، بقى يسرسر واحد الفحش، واحد صافي، هضر معاك 46 سيكونت ولا 46، داكشي اللي دارو في المحل شي 46 سيكونت، قال لي سد عليه سديت عليه. ايوا دارو ما دارو المحضر ديالهم، حنا درنا البارحة واش الشكاية وصلت لحد اوكي، دابا كنتسنى باش لعل وعسى يمشي عندهم، مبغاش يمشي، صيفطت لواحد الدعوة البارح شدها ديال القايد، قال للشيخ علي اليوم غادي نرد على البارح باش يمشي، ما مشاش، هما كانوا دارو له بزاف باش يشدوه تما، دارو واحد ولحد الساعة ما مشاش. دابا راه كاين نقدم جوج مع الشانطي، تيتسناو لعل وعسى يجي، ما جاش. ايوا حنا بغينا نخبركم باللي كاين، حنا غادي نشوفو نديرو معاهم المسطرة ديالنا، على حتى فين ما وصلت، انا ما هلكني اللي كيمشي عليك، مرضني نيشان، والله إلا مرضني بالله، حتى النعاس مكنتش يجيني نعاس نيشان. واحد المبالغة اللي نقول لك ما نحكي لكمش المبالغة دي. حتى قلت انا غادي كيتي كاع جماعة كاع ما خصنيش نعمل صراحة. ودابا نقول لكم انتم اللي عندكم شي متى تدخل ديالكم انتم، مرحبا بكم شي اللي كاين سي جماعة تبارك الله، على الخضر يوريك النهار. وكان قبل ذاك المرسو ديالو هو ديالهم، مشيت للمقاول قلت له خلاه مشي دار لها المعاينة أنا والقايد والسجانة، مشينا دار لها المعاينة، حسبنا بشحال من جزرة تما، لقينا 18 جزرة ديال الزيتون،
صافي قيدنا 18 شجره ديال الزيتون، شي زيتون غير شي زيتون اللي تمنى، قيدنا 18 شجره ديال الزيتون. صافي قلت لهم خويا ندفع فوت، ومازال ما حيدوش، راه ما حيدوش التمر، الواقعة تحيد. وغير وصل بينا وراها يمكن شي 10 ياك كاين جماعه، ما عرفتش انا اللي كنت عارف غير هذاك الشيء اللي حدا الواد، واذا به يمكن عندي واحد 8 ديال الحبات الجوفه قاسم. دابا المشكل انا ماشي ديال الحلقه ديال الطريق، الطريق ديال الكرامه ديال الانسان، ما الطريق الطريق عنده الحلول ديالو. وقبل جا عندي خوه هنايا اللي سميتو عبد الكريم، جا عندي جوج مرات استفسر على المسائل ديالو، استفسر مزيان. قلت له ودي قال لك واش كاين شي تعويض واش ما كاينش تعويض؟ قلت له ودي شنو تعويض، راكم بحال بحال الناس، ديروا شي حاجه في سبيل الله ديروها، الا ما فتوش دوك الشجيرات ماشي مشكل نعوضوا لكم على الجزر. قال لي غير الجزر الاولاد ماشي مشكل. قلت له بغيت نعوضوا لكم ماشي مشكل، جيبوا لنا الوراق ديالكم اللي ظهر وحنا غادي نديروا اللجنه ديالنا اللي جا لكم في حقكم نعطيوه لكم ماشي مشكل، واخا من الجماعه ماشي مشكل. قال لي واخا، واحد الاربع ايام ولا خمس ايام قبل العيد رجعنا لي هنايا، قال لي ودي راني درت الاراثه ولكن الوكالات مازال ما كملتهمش، ودابا غادي نمشي نعيد في صبانيا حتى نرجع. شوف الا ما تعطلش، الا تعطلت راه كلو بالنسبه للوراق فوقاش مجيت هو هذاك، ولكن الخدمه ما غاديش نريد الخدمه، الا وصل غادي يدوزو فيها. قال لي لا غير على الوراق وصافي على الوراق، شنو اللي قال لي ولي حتى الساعه مازال ما شفتش. تفاجئنا بهذا الخوف هذا، هذا السيد هذا هو هذا الشيء اللي عندي انا حاليا. الاخوات اخوات المجلس، السادة وسائل الاعلام، بصفتي مستشار في جماعة ولاد داود، اولا كنستنكر التصرف الدنيء الذي تصرف فيه الشخص تجاه الرئيس، والمقبلة لأي شخص أن يتطاول على كرامة أعضاء المجلس وخاصة في تأدية مهامهم الدستورية. وهنا هذا الجمع الطارئ اللي كيتعقد اليوم، كنطلبوا من الإخوة والأخوات ديال المجلس باش نكونوا متفقين، باش نكونوا جسم واحد لمتابعة هذا الشخص لدى القضاء. وشكرا. حضور الكريم، مرحبا بالإخوة ممثلي المواقع الإلكترونية. إذا نجدد الرفض والاستنكار لهذه الممارسات. العنف كيبقى مرفوض مهما كان مصدره ومهما كان شكله ومهما كان نوعه. إذا بالنسبة لهذا المشكل، إذا عوض الشخص المعني ما يلتجأ للطرق الطرق الطبيعية لتصريف المشكل وحل المشكل عبر شكايات أو اعتراضات، لكن للأسف التجأ للحل البسيط اللي هو العنف تعبيرا عن فشله في الدفاع عن هذا أو في الدفاع عن هذا الضرر اللي كيعتبره هو إلى كيعتبره ضرر. اذا انا كبالنسبه لهذا المشكل ديال العنف وديال التهديد، راه ماشي اول مره وماشي والد اليوم، راه سبق لاعضاء هذا المجلس الا وتعرض، كاين اللي تعرض للتشهير، كاين اللي تعرض حتى للتعنيف الجسدي داخل المجلس، ولكن في حينها ما اعتبرناهاش عنف وما اعتبرناهاش تهديد، دخلناها فيما يعرف بالنقد والغيره والغيره على الجماعه. اذا كمقترح ديالي كنزكي اللي دفع فيه الاخ جمال، اللي هو مادام السيد الرئيس التجأ للمتابعة القضائية والا ونؤيد ذلك، وفي نفس الوقت الا كانت الامكانيات متوفره والشروط متوفره، لما لا ما تتمش واحد الزياره ديال اعضاء المجلس كامل لهذا المكان اللي فيه هذا المشروع اللي هو محل هذا النزاع. وتحيه للحضور. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزراء الكرام، إيه نحن بصفتنا كمستشارين جماعيين نستنكر هذا لا أخلاقي. هذا الشخص يجب يعني عنده الحق باش يستفسر المشروع، عنده الحق باش يستفسر الزيتون ديالو، ولكن باش يهدد الرئيس ولا يسبو ولا شي حاجة، هادشي ماشي معقول. نتمناو حنا سيد الرئيس تنتبه على السيد المحكمة
ونديدوا بهذا الشخص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى وبركاته. أخي الرئيس، سيد الرئيس، سيد الأعضاء، سيد العضويات، هذا الشيء اللي قاله الرئيس أنا يعني عشته وحضرت معاه، يعني هذا الشيء أنا شفته سمعت بالأذن ديالي شنو وقع، يعني واحد الكلام اللي فاحش ما قدوش نذكروه، والتهديد، ويعني وكنت معاه يعني عند الدرك الملكي، يعني بنستفسروا معاه وبين كانوا يكتبوا المحضر، وذاك الشيء راه سمعوه حتى الدرك، يعني راه السلطة سمعت كل شيء شنو قال، ما عندنا ما نذكروا حنايا ولا ما نزيدوا، الحاجة اللي قالها راه متسجلة، وهذا الشيء كنذكروه حتى حنايا، يعني هذا الشيء ماشي معقول، الإنسان خدم واحد الطريق ماشي هو اللي خدمها، أنا العمالة اللي خدمتها، إلا عنده شي حاجة يجي يستفسر في الجماعة أو في القيادة، ما عجبوش يمشي للناظور عند المحكمة، هذا الشيء الدولة راه قادرة، إلا بغى التعويض يجيب الوثائق ديالو، حنا ما نكرناهش ولا شي حاجة، راه الرئيس كيقول له جيب الوثائق ديالك كل واحد تدي حقك إلا عندك شي حق. ولكن هو يعني تجاوز هذا الشيء كل شيء وقال شي كلام اللي ما خصوش يتقال، وما نتمناوش هذا الشيء يتكرر شي مره اخرى ان شاء الله. وشكرا. كاين تهديد، واه قال له نقلع عليك الكبده، هذا الشيء راه كتبوه حتى الدارك الملكي، راه كتبوه تصفيه نيشان، ماشي زعما راه هذا الشيء حضرنا فيه ومعايا شهود اخرين ماشي غير انا، يعني هذا الكلام ما خصوش يتقال، وماشي من حقه باش يقول هذا الشيء. إلا عنده شي وثائق يجي للإدارة ويستفسر معاهم، إلا عنده شي حق ما يقلعوا له حتى شي واحد، راه دولة الحق والقانون الحمد لله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية مجددة للإخوان أعضاء المجلس. بطبيعة الحال هذا ما استمعنا للسيد الرئيس المجلس حسب ما تعرض له من سب وشتم من طرف الشخص. أنا بدوري كمستشار جماعي أدين قد تصرف غير لائق ولا أخلاقي، وأجدد تضامني مع جميع أعضاء المجلس. بالنسبة للقضية أنا البحث جاري فيها، والدرك الملكي بجامعة رأس الماء قيم الدور ديالو. طبيعة الحال المحكمة ستكون لها الكلمة الأخيرة. وشكرا.